الغواصة سلطانة 2 تعود للسلطنة بعد تحقيقها المركز الثالث عالمياً في السباق العالمي للغواصات في مركز للبحرية الأمريكية بولاية ميريلاند. فكرة الغواصة حكاية يرويها سالم المعمري. سالم المعمري، جامعة سلطان قابوس، كلية الهندسة، قسم الهندسة الميكانيكية. مشروعي عبارة عن غواصة تعمل بالطاقة البشرية، شاركنا فيها في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميريلاند وحصلنا على المركز الرابع في المسابقة. المسابقة بدأت في عام 1989 في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميريلاند، تابع لمركز الأبحاث البحرية الأمريكية. طبعا هذه المسابقة جاءت بفكرة من سعادة الدكتور علي البيماني بإقامة هذا المشروع، ممثلة بكلية الهندسة بقسم الهندسة الميكانيكية. فصممنا هذه الغواصة بناء على المتطلبات اللي كانت موجودة في المسابقة. طبعا واحدة من أهم الاشتراطات كان هي أنه الغواصة تكون تعمل بالطاقة البشرية، بمعنى ما يكون هناك أي جهاز لحفظ الطاقة اللي هي الخارجة من سائق الغواصة. ايضا هناك لازم يكون بعض التقنيات المستخدمه في الغواصه بحيث انه التصميم يطلع بافضل صوره ممكنه بامكان المشاركين الفوز بالمركز الاول فيها. طبعا من اشتراطات السلامه هي واحده من اهم الاشتراطات الموجوده في المسابقه، من بينها سهوله الوصول الى باب الغواصه، بحيث انه في حاله اي طارئ، في حاله اي شيء صار لا سمح الله للسائق، بامكان فريق الانقاذ يدخل بكل سهوله الى الغواصه. طبعا في عندنا نظام صممناه للسلامه ايضا، يكون في السائق لما هو يمشي لا سمح الله لو صار اي حاله طارئه يظل هو ماسك على المقبض، لو صار اي حاله طارئه ممكن انه هو يعني فقط يعمل يعني يرخي هذا الزر، فبالتالي تظهر قطعه على سطح السباق، سطح هو السطح المائي للسباق يعني، فبالتالي فريق الانقاذ ممكن انه يتوجه لانقاذ الشخص اللي موجود. فنحن راعينا هذه النقطه وهذه كانت من ضمن الاشتراطات اللي في المسابقه. مراحل مرت بها الغواصة سلطانة، حيث تم تطوير سلطانة 1 وإضافة مميزات جديدة لتصبح سلطانة 2 ذات قدرات عالية. طبعاً المشروع بدأ في سنواته الأولى بعملية البحث والتطوير والنظر في اشتراطات المسابقة ومحاولة الوصول للتصميم الأمثل للمشاركة في هذه المسابقة. طبعاً تمت زيارة مبدئية لأعضاء هيئة التدريس من الكلية إلى مكان المسابقة للتعرف على الفرق المشاركة، للتعرف على المنظمين، للتعرف على كيفية المشاركة في هذه المسابقة، بحيث أنه نحن نكون جاهزين جاهزية تامة في بداية عملية التصميم. بدأنا المرحلة الأولى بالمشروع سلطانة 1. طبعاً بدينا بعملية اللي هي تصميم نظام التحريك ونظام التوجيه في الغواصة، لأنه يعتبر من أهم الأنظمة الموجودة في الغواصة، بحكم أن الغواصة تعمل بالطاقة البشرية، فبالتالي هناك كثير من التحديات والمتغيرات المفروض أن نعملها بعين الاعتبار. على سبيل المثال كيفية توازن الغواصة تحت الماء، كيفية تحريكها تحت الماء، كيفية توجيهها، هذه كلها أمور لازم تكون متكاملة بعضها البعض للوصول للتصميم الأمثل، بحكم أن الغواصة غواصة بشرية، فبالتالي هذه الأمور لازم نأخذها بعين الاعتبار. طبعا تمت مشاركة الغواصة سلطانة 1 في الولايات المتحدة الأمريكية في نفس المسابقة، ورأينا أن هناك في بعض المشاكل أو بعض التحديات اللي واجهناها في هذه الغواصة، وارتأينا أن نعمل تصميم جديد للغواصة سلطانة 2 بحيث أن نتغلب على التحديات اللي واجهناها في المسابقة في المشاركة الأولى. فعملنا بعض التغييرات، من أهم هذه التغييرات هو تغيير الهيكل الخارجي للغواصة. فعملنا غيرنا مادة الصنع من مادة ألياف الزجاج إلى مادة ألياف الكربون اللي تتميز بصلابتها وخفتها الشديدة نسبيا. فهذا الموضوع تغيير الهيكل الخارجي عملنا يعني تغير كبير للأفضل طبعا في تصميم الغواصة سلطانة 2. طبعا طورنا في نظام التوجيه ونظام التحريك،
ونظام التوجيه كان جدا متميز ومبتكر من ضمن الفريق اللي اشتغل على المشروع هذا. طبعا نال إعجاب اللجنة المنظمة وجميع المشاركين في المسابقة بحكم أنه كان جدا متميز ومبتكر وبسيط في نفس الوقت. النظم الإلكترونية في الغواصة ساعدتها لتكون أقوى. طبعاً للتسهيل لسائق الغواصة حاولنا أن نطور بعض الأنظمة اللي هي الإلكترونية داخل الغواصة. على سبيل المثال عملنا حساسات تقيس لنا اللي هو ارتفاع الغواصة وعمقها، تقيس لنا درجة حرارة الماء، اللي هو تقيس لنا نفس الشيء زاوية انحرافها وزاوية اللي هو ميلان الغواصة داخل المضمار السباق. فبالتالي هذه التعديلات نفس الشيء عطتنا اللي هو تغيير ملحوظ للأفضل من التصميم السابق. تصنيع غواصة من قبل طلاب في الجامعة لم يكن بالأمر الهين وتطلب جهداً كبيراً. طبعاً مراحل التصنيع مرت بمراحل عديدة وطويلة، منها كان التحدي الأكبر اللي هو تصنيع الهيكل نفسه في قطعة واحدة، فبالتالي تغلبنا على هذا الموضوع بحكم استشارة بعض أعضاء هيئة التدريس، المجموعة اللي اشتغلت من الطلاب، وتوصلنا للحل الأمثل للتصنيع. طبعاً تصنيع القطع الأخرى نفس الشيء، تحتاج منها يعني بعض اللي هي الأجهزة ذات الدقة العالية. على سبيل المثال نظام التحريك أو نظام المروحة يحتاج له يعني محرك جدا عالي الدقة، فهذه كانت واحدة من الصعوبات اللي واجهناها في تصنيع هذه الغواصة. طبعا في الأخير تم التغلب على هذه التحديات وقمنا بتصنيع الغواصة داخل السلطنة، ونفس الشيء تجميع معظم القطع داخل السلطنة، وفي الأخير توصلنا للتصميم الأمثل. وطبعا التحدي الأكبر بعد تصميم هذه الغواصة هو تجربتها، فالتجربة كان نحن يعني كان في بعض من يعني من التخوف من هذا الموضوع، بحيث ان نحن جمعنا وركبنا الغواصة وجهزت، لكن وقت التجربة نحن كنا متخوفين، يعني توازن الغواصة، سرعتها، توجيهها، عملية اللي هو السائق وركوبه داخل الغواصة، هذه المواضيع كلها كانت ما ممكن ان نحن نشوفها الا لما نجرب الغواصة. فبدينا بمرحلة التجربة. طبعا نحن كنا مجموعة كبيرة اللي هي تقريبا 7 طلاب اشتغلوا على المشروع، وللتجربة العدد كان هذا يعني نوعا ما قليل لتجربة الغواصة، بحيث ان نحن نحتاج اكثر عدد ممكن من الاشخاص في موضوع المساعدة، في موضوع الغوص، في موضوع اللي هو الإجراءات اللي ممكن نعملها أثناء التجربة. طبعا التحدي الأكبر كان اللي هو كيف نحن نغوص تحت الماء وقت التجربة. اضطرينا أن نحن نعمل رخص للغوص، فدخلنا دورات غوص، عملنا رخصة الغوص، وبدينا نحن نغوص في الحوض السباحة الخاص في الجامعة. طبعا كانت تجربة أسبوعية، فكان خلال عطلة نهاية الأسبوع نحن نروح ونجرب الغواصة. طبعا في البداية اكتشفنا أن في هناك كثير من الصعوبات لازم نتغلب عليها، وكنا ما بنقدر نطلع هذه الصعوبات إلا بعد تجربة الغواصة، بمعنى أن هناك لازم يكون الجانب اللي هو العملي أكثر من الجانب. نحن عملنا الجانب النظري في البداية في المجموعة الأولى، عملنا اللي هو الجانب اللي هو العملي من خلال التصنيع، والحين اللي هو الجانب اللي هو التجربة أو مثل ما يسموه الإكسبرمنت. فبالتالي لازم نعمل هذا على أساس نحن نتغلب على هذه. طبعا هذا الموضوع كان جدا ممتاز بعملية التجربة الأسبوعية، لأنه في كل أسبوع نحن نرجع في بداية الأسبوع إن يعني ندون كل المشاكل اللي واجهتنا ونبدأ نشتغل عليها، ومع الوقت نحن خلاص اكتسبنا خبرة في موضوع اللي هو عملية التجربة. وعلى نهاية مراحل التجربة حسينا أن نحن عندنا ثقة بالغواصة اللي عملناها، وبالتالي نحن كنا مستعدين استعداد تام للمشاركة في المسابقة. تجربة الغواصة، الأمر الجديد، المغامرة الكبيرة، تطلب الشجاعة وساعد على كشف ما ينقص الغواصة.
طبعا للمشاركة في المسابقة كان المفترض هناك يكون تسجيل مبدئي للغواصات المشاركة بإرسال بعض اللي هي المستندات المطلوبة، بعض الاستمارات، تقرير كامل لتصميم المشروع، وبعدها يتم الرد علينا بالموافقة في المشاركة في المسابقة. طبعا يعني تم إرسال كل المستندات المطلوبة من ضمنها التقرير المفصل عن التصميم اللي عملناه في الغواصة، والحمد لله تمت الموافقة بالمشاركة بالغواصة في المسابقة في عام 2012. طبعا كان اليوم الأول للمسابقة وصولنا للولايات المتحدة الأمريكية، الرحلة كانت طويلة جدا، نفس الشيء كان ترتيبات اللي هو إرسال الغواصة عن طريق الجو، كان نفس الشيء فيها إجراءات جدا يعني مثل ما تقولوا مطولة، يحتاج أن نحن نركز فيها على كل الأمور بحيث أن نحن نضمن أن الغواصة وصلت بسلام بدون أي أضرار أو تأثر. وصلنا للمسابقة، عملنا التسجيل، رحنا شفنا اللي هو مكان المسابقة، الحوض، طبعا درجة الحرارة كان في هناك اختلاف، هذا كان من أهم التحديات حكم أننا احنا كنا الدولة الوحيدة المشاركة من القارة الآسيوية، فبالتالي نحن عندنا كان تغير ملحوظ في الجو ما بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي نوعية حتى الماء كان جدا بارد في 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 أمريكا في المسابقة مقارنة بالماء اللي نحن غصنا فيه هنا في 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 مراحل التجربة، فكانت هذه نفس الشيء واحدة من التحديات، لكن الحمد لله استطعنا أن نتغلب عليها بمجهود الشباب اللي موجودين كانوا في المسابقة. بما أن نحن أول مرة نوصل لمكان المسابقة، طبعا أعضاء هيئة التدريس صاروا قبل أنهم زاروا المكان وعارفين بعض الأنظمة، وهذا نفس الشيء كان نقطة إيجابية في صالحنا بحيث أن نحن في حد من الفريق عارف الإجراء اللي ممكن أن يمشي فيه. طبعا وصلنا لمرحلة التسجيل، لازم نفس الشيء نخضع لمرحلة فحص لقدراتنا في الغوص، نفس الشيء نزلنا إلى الحوض، هناك تمت عملية اختبارنا نحن، اختبار الغواصة نفسها، اختبار نفس الشيء معدات الغوص الموجودة عندنا، والحمد لله كلها مرت بسلام على حسب اشتراطاتنا. طبعا هذا كله جاء بفضل اللي هو التجهيز المسبق لهذه الأمور، فالحمد لله قدرنا أن نحن يعني نعدي كل هذه المراحل بكل سلاسة. طبعا بدينا المسابقة، بدينا بأول مرحلة، طبعا هناك كان فرق جدا كبيرة مشاركة من كل الأعمار والفئات، تقريبا 28 أو 29 غواصة مشاركة من أكثر من 7 أو 8 دول، فكان الموضوع نفس الشيء يعني بالنسبة لنا مشوق أن نحن نشوف أكثر من تصميم، نشوف تصاميم غريبة، نشوف نفس الشيء تصاميم تكاد تكون أفضل من تصميمنا نحن يعني، ونشوف إيش اللي ممكن نحن نعمله نفس الشيء لتطوير الغواصة في السنوات اللي هي القادمة. فبدينا بدينا الحمد لله اللي هي يسموها اللي هي التجربة الأولى للغواصة، الحمد لله تمكننا من الوصول لنقطة النهاية بكل سلاسة الحمد لله رب العالمين. فبعدها خلاص انه يعني نظام المسابقة، وقت ما تكون الغواصة جاهزة والفريق جاهز ممكن انه يروح هو ويسجل عند المنظمين ان انا خلاص جاهز اني انا ادخل للميدان هناك، وممكن اني انا ابدا بعملية التجربة. فهي كانت الفكرة انك انت كل يوم تشارك باكبر عدد ممكن من المحاولات، فبالتالي تقدر تحصل اقصر وقت ممكن للوصول، والحمد لله استطعنا أن يعني نوصل في تقريبا بنسبة أكثر من 98% من مرات محاولاتنا، يعني تكاد تكون يعني يمكن مرة أو مرتين اللي ما قدرنا نتوصل لخط النهاية، وفي كل مرة كنا نعمل محاولة نعمل تغييرات على أساس أن نحن نقلل من الوقت في وصولنا إلى نقطة النهاية، بحيث على سبيل المثال عملية تسريع الغواصة، عملية توجيهها بالطريقة الصحيحة، لأن لو حصل أي مثلا خلل في توجيه الغواصة ممكن أن يأثر، لأن الفروقات تكون فقط أجزاء من الثانية بيننا وبين الغواصات الثانية. طبعا معظم الفرق المشاركة في المسابقة كان يعني لها خبرة كبيرة في المسابقة، على سبيل المثال الغواصة الحائزة على المركز الأول كانت تشارك من بداية المسابقة من 1989،
فبالتالي قامت بتطوير الغواصة بشكل جدا ممتاز، ونحن الحمد لله قدرنا أن نستفيد الاستفادة القصوى من هذا الفريق لتطوير الغواصة اللي موجودة عندنا نفس الشيء، ولنقل هذه الخبرة للفريق اللي بيمسك بعدنا في هذا المشروع. طبعا الحمد لله قدرنا أن نحصل على المركز الرابع ما بين الدول المشاركة. طبعا هناك كانت دول من هولندا، من المملكة المتحدة، من كندا ومن أمريكا، فالحمد لله حصلنا على المركز الرابع في هذه المسابقة، وهذا يدل على أنه يعني الشباب العماني قادر على خوض مثل هذه التجارب، وقادر على الوصول لمراكز جدا متقدمة في مثل هذه المسابقات، وهذا نفس الشيء عطانا يعني ثقة جدا كبيرة ودفعة للأمام في عمل بعض المشاريع اللي هي أكثر ابتكار من هذا المشروع أيضا. دخول السباق استلزم التجهيز المسبق له، خصوصا إذا كان دخول السباق لأول مرة. طبعا يعني الواحد ما ممكن أنه يتخيل كيف ممكن أن الشخص يدخل داخل الغواصة إلا لما هو يجربها بنفسه ويشوف داخل الحوض كيف، فبالتالي يعني كانت هي هذا الموضوع جدا يعني بالنسبة لنا مهم، بحيث أن احنا كيف ممكن أن نحط الشخص داخل الغواصة، وكيف ممكن أن هو يستطيع أن يقود الغواصة بكل سلاسة، وهو نفس الشيء يكون نفس الشيء بحالة يعني يقدر يسوقها بأريحية يعني داخل الحوض. فقدرنا أن نعمل بعض اللي هو الأشياء البسيطة اللي هي تفرق في عملية اللي هي سهولة قيادة الغواصة. على سبيل المثال وضعنا يعني نظام شبيه بنظام حزام الأمان، بحيث أنه ممكن قائد الغواصة يعمل يعني يلبسه داخل الغواصة، وهو ممكن أنه يثبته على الكرسي اللي موجود داخل الغواصة، بحيث أنه إذا صار مثلا على سبيل المثال اصطدام مثلا، أو صار على سبيل المثال يعني توجيه مفاجئ، أو على سبيل المثال صار اللي هو تسارع مفاجئ، السائق ممكن أنه يكون ثابت في مكانه. فهذا نفس الشيء أضاف لنا يعني نقطة إيجابية في موضوع اللي هو ثبات السائق وتركيزه على السرعة نفسها والتوجيه في الوقت ذاته يعني. طبعا تسمية الغواصة سلطانة جاء بناء على أول سفينة عربية آسيوية زارت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة أحمد بن النعمان في عام 1840، فكانت السفينة اسمها سلطانة، ونفس الشيء نحن سمينا هذه الغواصة سلطانة بحيث أنها كانت أول غواصة تزور الولايات المتحدة الأمريكية، فهذه فيها ربط للعلاقة التاريخية القديمة ما بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا طموحاتنا كطلاب مصممين لهذا المشروع، ونفس الشيء كمهندسين حاليا في المجالات متعددة، طموحاتنا جدا كبيرة، بحيث ان نحن نقدر يعني ان نكمل في هذا المشروع للطلاب اللي هو اللي ممكن انه يمسك المشروع في المراحل القادمة. طبعا ما نريد نتوقف عند فقط المشاركة والحصول على مثلا المركز الرابع او الثالث، الهدف انه هو الوصول للمركز الاول، وهذا هو كان الهدف من بداية المشروع من عدة سنوات. وطبعا هناك نفس الشيء هذا ممكن انه يفتح لنا نفس الشيء آفاق يعني كبيرة في مجال التعاون ما بين مثلا جمعية الأبحاث البحرية الأمريكية، بحيث ان احنا ممكن نقدم لهم في المستقبل مشاريع ممكن ان هم نفس الشيء يفيدونا بخبرتهم في هذا المجال. فبشكل عام الطموحات اللي هي تتعلق بمجال الأبحاث البحرية ممكن ان احنا نطور فيها. طبعا من ناحية الدعم كان المشروع مدعوم بالكامل من قبل جامعة سلطان قابوس، ونتمنى نفس الشيء في المشاركات القادمة نشوف بعض المشاركات من جهات القطاع الخاص في المشاركة في هذا المشروع، في دعم هذا المشروع، بحكم أن هذا المشروع يعتبر تمثيل للسلطنة في الخارج في مجال اللي هو الابتكار والبحث العلمي. طبعا لا ننسى دور بعض الجهات والمؤسسات في توفير بعض الأدوات، منهم الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف اللي ساعدتنا في توفير الأجهزة الكافية، ونفس الشيء شكر لكلية الحرس التقني في توفير حوض السباحة في مرحلة التجارب الأخيرة. طبعا هناك كان دعم كبير ما ننسى من الأهل، من الأخوان، من زملائنا نفس الشيء في الجامعة اللي ساعدونا بكل اللي قدروا عليه على أساس أنه يوصل هذا المشروع ويوصل لهذه المرحلة.
طبعا يعني ما نقدر نقولهم إلا شكرا يعني لهذا الدعم.